تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ودائما نقول صباح الصحة وصباح التفاؤل، ودائما نتمنى لكم إن شاء الله يوم يعني مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. مستمعين، نرحب فيكم في برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل اليوم معايا في الإعداد الأستاذ حسني البلاونة، وفي التنسيق والمتابعة الأخ أحمد سلامة، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأيضا معانا اليوم في الاستوديو الدكتورة هند العوضي. صباح الخير دكتورة هند. صباح النور أستاذ عبد. الله يبارك فيك. وأيضا الأخت آمنة العلي، صباح الخير. صباح النور والسرور. ومن خلال برنامج الصحة والسعادة مستمعينا الأعزاء، دائما نرحب بتواصلكم ونرحب باتصالاتكم على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومثل ما عودناكم دائما مستمعينا الأعزاء، نذكر بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا. غسل اليدين باستمرار ولمدة لا تقل عن 20 ثانية يساهم بشكل فعال في الحد من انتقال العدوى بفيروس كورونا. ونستعرض معكم فقرات برنامجنا لهذا اليوم. مثل ما عودناكم دائما عندنا أخبار محلية وأيضا أخبار عالمية. خبرنا الأول عن جلوس الطفل على مسافة قريبة من التلفزيون يهدده بالصداع وجفاف العين. أما الخبر الآخر، ذراع الصناعي يؤدي 90% من وظائف الذراع البشرية. وخبر آخر عن التدخين أثناء الرضاعة يضر طفلك. وأيضا عندنا فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي في صفحات الخاصة بهيئة الصحة بدبي، وأيضا اليوم فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي وتحت عنوان استئصال أورام المعدة باستخدام المناظير الجراحية. ومثل ما عودناكم دائما مستمعينا بأن عندنا مصطلح طبي يومي، ومصطلحنا الطبي لهذا اليوم اضطراب الشخصية، و فقرة التغذية تحت عنوان الطرق السليمة لحفظ الأغذية. وآخر فقرة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا هي فقرة صحة المسنين، وتحت عنوان هشاشة العظام والخدمات التي تقدمها هيئة الصحة بدبي. هاي كلها مستمعينا فقرات برنامجنا لهذا اليوم، متنوعة ومختلفة، ودائما يعني نطلب تواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ معاكم خبرنا لهذا اليوم مع الأخت آمنة العلي. أهلا أخوي عبد الله. خبرنا اليوم يقول أن التدخين أثناء الرضاعة قد يضر طفلك. ذكرت مجلة الأسرة والطفل الألمانية أن التدخين أثناء الرضاعة يضر الطفل، نظراً لأن النيكوتين يصل إلى حليب الأم ومن ثم إلى جسم الرضيع. وأوضحت المجلة الألمانية أن التدخين أثناء الرضاعة يؤثر بالسلب على قدرة الطفل على الرضاعة بصورة جيدة، فضلاً عن إصابته بحالة من الاضطراب وأيضاً ميله إلى القيء وشعوره بمغص في البطن، وكذلك عدم نموه بصورة كافية. كما يتسبب تدخين الأم أيضاً في حدوث اضطرابات في نوم الطفل علاوة على نقص إدرار الحليب. فطبعاً ننصح الأمهات أولاً إذا كانت الأم حابة تقوم برضاعة طبيعية أنها تبتعد أكيد عن التدخين. أنا أتوقع قبل أصلاً يعني تفكر أنها تحمل لازم تمتنع عن التدخين. لأن إحنا دائماً نتكلم بأن يعني
التدخين مضر بكل أنواعه ولكل الفئات العمرية أيضا مستمعينا الأعزاء. أختي آمنة، ومن بعد يعني خبر التدخين وأضراره على الرضاعة الطبيعية للطفل، بناخذ معانا فقرة السوشيال ميديا مع الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء، صبحت الله بالخير والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. يا مرحبا أختي أسماء، وصباح السعادة، تفضلي. ناخذ شو بعض الأشياء اللي تم نشرها أو وضعها في قنوات التواصل الاجتماعي، بمن كثير أو كل المدارس الخاصة بدأت العمل أو عودة الأطفال للمدارس كان يوم أمس. فنحن يعني ردينا مرة ثانية نأكد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، أهمية أيضا التدابير المهمة للأطفال قبل ما يروحوا المدرسة. ومن ضمن النشرات اللي حطيناها كيفية التواصل مع الزملاء والمدرسين خلال جائحة كورونا. الأهم أنه يعني أهم شيء من الوالدين يكتبون على عيالهم عدم تبادل الأغراض الشخصية مع الآخرين، وأيضا عدم يعني مصافحة أو اللي هاي يكونوا مع بعض يلعبون، وهذا كله عدم أن يكون في التزام بالتباعد الجسدي. هذا وايد مهم على أولياء الأمور أنه دائما يأخذون على أطفالهم مع أن يشرحوا لهم الأسباب، لأن يعني الطفل إذا ما بيعرف السبب ما بيعرف أن هذا لمصلحته. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا نحن يعني تم إعلانها أمس، أن الحين ممكن للجميع أن يحجزون لتطعيم الإنفلونزا من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي، وأيضا فحوصات كوفيد ممكن يأخذونها من خلال التطبيق الذكي. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن نحب نأكد عليها، أن للأشخاص اللي يعني مثلا ما عندهم حالات يعني كريتيكال وهالشيء، يرمون يأخذون استشاراتهم الطبية من خلال خدمة طبيب لكل مواطن، واللي هي أيضا موجودة في التطبيق الذكي. أغلب الخدمات حاليا موجودة كلها في الموبايل أبليكيشن، فننصح الجميع بتحميل تطبيق هيئة الصحة بدبي. ممكن يشوفون نتائجهم، ممكن نتائج كوفيد، حتى القادمين من السفر ممكن يعني أيضا أنهم يحصلون على المعلومات الخاصة بكورونا وغيرها من الخدمات من خلال التطبيق. تقريبا هاي كل الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ودمتم بالصحة والسعادة. أختي أسماء الجناحي، دمتي بصحة وسعادة. ومستمعينا الأعزاء، نرجع إلى أخبارنا لهذا اليوم، وبنشوف الخبر الثاني مع الأخت آمنة العلي. أهلا، خبرنا اليوم الثاني يقول أن جلوس الطفل على مسافة قريبة من التلفزيون يهدد بالصداع وجفاف العين. وقالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أن جلوس الطفل بالقرب من شاشة التلفاز قد يتسبب على المدى البعيد في الإصابة بقصر النظر. وأوضحت الرابطة أنه على الرغم من قصر النظر، بأن قصر النظر يرتبط بالجينات في المقام الأول، إلا أن الجلوس بالقرب من شاشات التلفاز يؤثر على العين بالسلب على المدى الطويل، كما أنه يتسبب في إجهادها على المدى القصير. وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي جلوس الطفل بالقرب من شاشة التلفاز أيضا إلى الإصابة بالصداع وجفاف بالعين وإرهاقها. ولتجنب هذه المشاكل ينبغي أن يجلس الطفل على مسافة مناسبة من شاشة التلفزيون. نعم أختي آمنة، طبعا هاي فقرات الأخبار معانا لهذا اليوم، وعندنا فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، وتحت عنوان استئصال أورام المعدة باستخدام المناظير الجراحية. بنتكلم أكثر عن هذا الموضوع مستمعينا الأعزاء، ولكن بناخذ معاكم فاصل، وبعد الفاصل المزيد من التوضيح بهذا الموضوع. خلكم مع صحة وسعادة وراجعين. صحة وسعادة، رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم صحة وسعادة. واليوم فقرة خدمات الهيئة اللي عودناكم عليها بتكون مع مستشفى راشد، أحد أهم المؤسسات الصحية التي حققت إنجازات متوالية على مدار السنوات الماضية بفضل كوادره الطبية المتميزة وما يمتلكه من أجهزة وتقنيات متقدمة، جعلت المستشفى وجهة مثالية
لطالبي العلاج والاستشفاء. وللحديث عن إمكانيات مستشفى راشد وخاصة ما يتعلق منها بالمناظير الجراحية، يسرنا أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتور عمر المرزوقي، استشاري جراحة المناظير المتقدمة بمستشفى راشد. صباح الخير دكتور. صباح النور، مرحبا أمنا، وصباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام. أهلا فيك دكتور، سعيدين صراحة بتواجدك اليوم معنا. الله يسلمك، تسلمين على الاستضافة. شكرا لك دكتور. ممكن تحدثنا بداية عن الخدمات اللي يقدمها قسم الجراحة بمستشفى راشد بشكل عام؟ طبعا مستشفى راشد طبعا مستشفى كبير، هو المركز تخصصي في بالذات في الإصابات والحوادث، وقسم الجراحة في مستشفى راشد طبعا هو المركز الرئيسي لاستقبال الحوادث في دبي والإمارات الشمالية. طبعا الفريق هو اللي يشرف على استقبال حالات الحوادث الخطيرة والتعامل معها سواء جراحيا أو بالمتابعة. طبعا قسم الجراحة يرأس فرق الإصابات، لكن في طبعا فرق متعددة تشارك، قسم الكسور، جراحة الأعصاب، الشرايين، جراحات الصدر والقلب، وغيرها من التخصصات المساندة طبعا كأشعة وغيرها. بالنسبة لقسم الجراحة العامة طبعا نحن عندنا 6 عيادات تخصصية، في عيادة الجراحة العامة، في عيادة الفتوق باختلاف أنواعها، في عيادة أمراض المستقيم والشرج، في عيادة جراحة السمنة، في جراحة الأورام، وكذلك في عيادة الجروح. نعم دكتور. دكتور ممكن اليوم تحدثنا عن الأجهزة والتقنيات المتطورة اللي يمتلكها هذا القسم؟ طبعا مستشفى أو قسم الجراحة بمستشفى راشد يعني خلال السنوات طبعا مر بمراحل كبيرة من التطور، ونحن طبعا دائما تبعا لتوجيهات الحكومة وهيئة الصحة في دبي نحاول أن نستفيد من كل التقنيات الحديثة الموجودة. واليوم الحمد لله رب العالمين فضل الله تعالى ثم القيادة عندنا كل الإمكانيات اللازمة، وحاليا نستعمل أفضل ما توصل إليه الطب والجراحة في الخارج، ونحاول نستفيد من التقنيات الموجودة في علاج المرضى. طبعا خلال آخر 4 سنوات نحن دخلنا تقنيات بالذات في جراحة الأورام، استعمال المنظار الجراحي غير وايد في تعامل مع الأورام. في السابق كل الأورام كانت تعالج من خلال طبعا بعد تحضير الحالة ومناقشة الحالة في مجلس الأورام بوجود كل المتخصصين. نحن في السابق كانت العمليات كلها تجرى من خلال الشق الطولي للبطن، عمليات تكون مؤلمة، أحيانا تكون معقدة، صعبة على المريض، التعافي، الأكل والأشياء هاي، وحتى نسبة المضاعفات ما بعد العملية. اليوم طبعا التقنيات تطورت، نحن قدر المستطاع نبغى نكون يعني نخفف الألم والجروح والأشياء هاي على المرضى، نحاول قدر المستطاع البيئة تكون صديقة للمريض وللأهل، ونحاول نوفر الدعم النفسي المطلوب، ونحاول أن العمليات هاي قدر المستطاع صحيح أن نتعامل مع الورم ويعني واستئصال الورم ويعني نقلل من احتمال عودته وهذا، لكن في نفس الوقت نحاول قدر المستطاع أن نوفر للمريض quality of life، اللي هو يعني أن تكون فعلا العملية سهلة وبسيطة عليه، وفي نفس الوقت تكون فعالة وتفي بالغرض إن شاء الله. نعم دكتور. دكتور طبعا في السابق المريض إذا اكتشف لا سمح الله أن عنده ورم في مكان ما كان على طول يدور على أفضل مستشفى خارج البلاد أو أفضل مستشفى في الدولة الفلانية، فنحن اليوم دكتور نشوف أن اتجاه أغلب المرضى أصبح لمستشفى راشد والمستشفيات الحكومية، فممكن تقول لنا شو اللي يميزنا نحن هني وشو اللي استوى عنا في الدولة اللي خلى الناس يعني تبغى تعالج هنا في البلاد بينها وبين ناسها أحسن من الغربة؟ أنا والله شاكر لك أخت آمنة على هالسؤال، هالسؤال ممتاز. يعني نحن دائما نقول نحن في النهاية
أول شيء نحن الحمد لله رب العالمين على هاي الثقة إن الناس بدأت يعني ترجع للمستشفيات الحكومية خصوصا مستشفى راشد كمركز كبير للتعامل مع مختلف الحالات. بالنسبة للأورام نحن دائما نقول يعني في السابق الناس فعلا كان عندها أول ما تسمع ورم وهذا لأن في خوف من المجتمع خوف من الأفراد كل واحد في الأسرة يعني اللي يتكلم بسير هني بسير هناك اللي يتكلم عن الخاص فتشوفين الآراء تكون دائما مختلفة فنحن دائما قدر المستطاع نحاول أن نوفر الرأي السليم للأسرة بشكل عام وكذلك المريض بشكل خاص. يعني نحن عندنا الحمد لله رب العالمين حاليا فريق موجود يتعامل مع فريق متخصص في الأورام يضم كادر من الجراحة العامة وجراحات الأورام جراحات المناظير كذلك من جماعة الأورام قسم الجهاز الهضمي يعني كذلك عندنا منسقة للعيادة ونحاول قدر المستطاع نتفهم ظروف المريض وظروف الأسرة لأن بعض الأسر تتعامل مع الموضوع بخوف وهلع في ناس تكون متقبلة بشكل كبير في ناس عندها شك في ناس عندها رغبة معينة فنحن لازم كل هالأشياء ندرسها فنحن لاحظنا صراحة إن الناس ترتاح يوم تكون موجودة في البلاد في النهاية نحن نفهم ظروف المجتمع ظروف خصوصية مجتمعنا هاي الأشياء طبعا أكيد ما نحن ما نقول العلاج مو موجود برا البلاد العلاج موجود ما شاء الله كل مكان كل دول العالم ما شاء الله فيها تقدم الطب وهذا لكن نحن كذلك في الإمارات نحن الحمد لله رب العالمين فضل الله تعالى وفضل الشيوخ دولتنا دولة متقدمة من الدول الريادية اليوم كذلك في مجال الطب والجراحة اليوم الحمد لله رب العالمين نحن الكفاءات اللي موجودة على أعلى مستوى وكل الشباب اللي موجودين في فرق في فريق التعامل مع الأورام هاي كلهم خريجي يعني أرقى الجامعات العالمية سواء من كندا أو أمريكا أو بريطانيا أو غيرها من دول العالم المتقدم. نعم دكتور، طبعا دكتور هذا الكلام لا يعلى على مستشفى راشد وعن تجربة جميع أفراد المجتمع الموجودين عنا، فممكن دكتور اليوم تقول لنا على إذاعة نور دبي إذا عندك قصص لنجاح عمليات يعني أو قسم جراحة أورام المناظير الجراحية في مجال يعني نبغى قصص ناجحة في مجال تشخيص وعلاج المرضى بالمنظار الجراحي عفوا. والله هو طبعا في جانبين يعني نحن الحمد لله رب العالمين اليوم نتعامل مو بس على نتعامل مع الحالات البسيطة كذلك في حالات معقدة يعني نحن الحمد لله نفخر ان المركز في مستشفى راشد اجرينا العديد من الاورام المتطورة المتداخلة مع اعضاء مختلفة وتعاملنا معها جراحيا سواء بالطرق التقليدية أو كذلك بالمنظار الجراحي. نحن الحمد لله رب العالمين أجرينا العديد من العمليات لأول مرة في الإمارات وفي مدينة دبي التعامل مع أورام متقدمة بالنسبة للمعدة مثلا بعد العلاج بالكيماوي وإعادة يعني إعادة تقييم الورم بعد الاستجابة للكيماوي ثم استئصاله بالمنظار الجراحي. في عمليات يعني الحمد لله في السابق كانت تجرى بالشق الطولي للبطن وهذا اليوم الحمد لله هاي كلها قامت تتسوى بطرق أقل ألما وأقل مضاعفات وهذا بالمنظار الجراحي فهاي كتطور العمليات قصص النجاح من ناحية الأسر وتعافي الأسر طبعا عندنا حالات كثيرة طبعا من الأشياء الطريفة أحياناً نحن لأن بعض الأمراض تكون موجودة في أسر معينة تشوفين مثلاً حد من الأسرة تعالج في بريطانيا وتعالج في مكان ثاني يعني ومسوي العملية بالطرق التقليدية بالشق الطولي للبطن وهذا فنحن يوم مثلاً نسوي العملية بالمنظار الجراحي وكانت عندنا حالة يعني في فترة قريبة آخر 3-4 شهور
كان في حالة، فكان مستغربين يعني إحنا ليش سوينا العملية هناك في بريطانيا بالدكتور فاتح البطن كله، وما شاء الله يعني أخوي سووا له العملية بفتحات وايد صغيرة بالمنظار الجراحي. هذه من الأشياء اللي يعني طبعاً ما نعرف ظروف العملية هناك يعني، والأشياء طبعاً حتى كتقنيات كل دول العالم يعني تروح في تقدم وتطور، والتقنيات السابقة أو التقنيات الفتح البطن الطولي هذا يعني حالياً لازال هو العلاج الكلاسيكي، لكن أحياناً نحن نقدر نبتعد عن يعني الجروح الكبيرة هاي ونجري العملية بالمنظار الجراحي. نعم دكتور عمر المرزوقي استشاري جراحة المناظير المتقدمة في مستشفى راشد، شاكرين لك اليوم تواجدك ووقتك اللي خصصته لنا للبرنامج، ونحن سعيدين بالتقدم والتطور الهائل في مستشفى راشد والتقنيات الحديثة الموجودة فيه. شكرا لك ولفريق عملك بعد دكتور. شكرا جزاك الله خير وما قصرتوا، وشكرا على الاستضافة. شكرا دكتور. والحين أعزائي المستمعين، دكتورة هند عندها المصطلح اللي اليوم بنعرفكم عليه واللي هو مصطلح اضطراب الشخصية. بس قبل ما أبدأ بالمصطلحنا الطبي، بس حابة أعلق أن مستشفى راشد من يعتبر من أكثر المستشفيات تطوراً وتواكباً لتطورات التكنولوجيا، وبالفعل هو المستشفى للكل أول ما يصير له شيء على طول على باله بنروح مستشفى راشد. طبعاً هذا مو بس في دبي دكتورة، من الإمارات الشمالية من مثل ما قال الدكتور، من جميع الإمارات. مصطلحنا الطبي اليوم بيكون اضطراب الشخصية. هو اضطراب الشخصية أحد الأنواع الاضطرابات العقلية اللي تعاني فيه تصرفات وأداء وظائف ونمط تفكير غير صحي ومتصلب. طبعا المصاب بهذا الاضطراب يعاني من مشكلات في فهم المواقف وفهم الأشخاص وكيفية التعامل معهم، وهذا طبعا يؤدي لمشكلات كبيرة في علاقاته، في وجود حدود في هاي العلاقات، يؤدي أيضا إلى مشاكل في أنشطته الاجتماعية سواء كان في العمل أو المدرسة وغيرها. طبعا قد لا تدرك بعض الحالات بعض الأشخاص ما ينتبهون أنهم ما عندهم هذا الاضطراب نظرا لأن طريقة تفكيره وتصرفه تبدو طبيعية بالنسبة إليه، لكن الأطراف الآخرين يلاحظون عليه هذه الاضطرابات، بس هو كشخص مصاب ما ينتبه أنه عندها هذا الاضطراب، وبالطبع هذا يؤدي إلى إلقاء اللوم على الآخرين في التحديات اللي تواجهها. هذا الاضطراب الشخصية عادة تبدأ في سنوات المراهقة أو بداية مرحلة البلوغ. طبعا هناك العديد من أنواع الاضطرابات الشخصية، وقد تصبح بعض الأنواع أقل ملاحظة خلال منتصف العمر. طبعا إحنا دائما ننصح أن إذا الشخص لاحظ بعض المشاكل في علاقاته أو لاحظ الناس تعلق على بعض التعليقات اللي تنبه إلى وجود بعض هذه الاضطرابات، فإحنا دائما ننصح أن ما في عيب إذا أنت تروح لشخص مختص، طبيب مختص، تسأله وتحاوره، وبالفعل هو بيكون صاحب الاختصاص واللي بيقدر ينتبه لبعض هذه الاضطرابات سواء كانت هذه اضطرابات حقيقية أو بعض مشاكل في السلوك. نعم دكتورة، بعد ما عرفنا اليوم مصطلحنا اللي هو اضطراب الشخصية، نطلع معاكم أعزائي المستمعين فاصل وراجعي لكم مع برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة، رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم صحة وسعادة. طبعا نذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 600-55-1414 ولرسائل النصية 4006. والحين أعزائي المستمعين معنا فقرة التغذية اللي عودناكم عليها كل يوم مع موضوعنا اليوم واللي هو الطرق السليمة لحفظ الأغذية. حفظ الأغذية مثل ما تعرفون وتخزينها إحدى العمليات المهمة اللي نقوم فيها في المنازل بشكل متكرر، ولكن شو هي الطرق الصحيحة لحفظ الأغذية وتخزينها وكيف نحافظ على قيمتها الغذائية؟ معانا اليوم للحديث في هذا الجانب الأستاذة حصة أحمد، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير. صباح النور أختي وجميع مستمعين الكرام. أهلا فيك أستاذة حصة. أهلين. ممكن اليوم تعرفينا على الطرق الصحيحة لتخزين الأغذية؟
أول شيء حبيت أسأل أصلاً أن نحن هدفنا الأساسي من تخزين الأغذية بطريقة صحية هي تقليل خطر الإصابة بالتسمم الغذائي اللي ينتج طبعاً عن من البكتيريا أو الفيروسات والأشياء أو العمليات الكيميائية اللي تكون في الأكل موجودة. فعنا عدة طرق لتخزين الأكل، منها اللي نحن ما نحن نعرف تخزين الأكل في الثلاجة أو تخزين الأكل في الفريزر، وفي ممكن بعد بعض الأكلات ممكن أن نضيف لها الملح أو زيت الزيتون وغيرها بحيث أنها تكون لا وتتم لفترة أطول. نعم. إذا حبينا أوكي تفضل تفضلي. لازم بعد نتأكد من نقاط مهمة من عند يوم نحن نفكر نحن نخزن الأكل اللي هي درجات الحرارة اللي وايد وايد مهمة في هذه العملية. لازم نحافظ على درجة حرارة تقريبا بنقولين 4 درجة سيليسية للثلاجة، أما الفريزر لازم نحافظ على درجة حرارة أقل من 18 درجة سيليسية، يعني 18 أو أقل تحت الصفر. نعم، هاي بالنسبة لدرجات الحرارة لحفظ الأغذية، بس ممكن تقولي لنا أستاذة عن هل الأغذية إذا نحن مثلا سوينا وجبة حق طفل حق 5 أيام واحتفظنا فيها في الفريزر هل تقل قيمتها الغذائية؟ لا، بشكل عام حفظ الأطعمة المجمدة في الفريزر ما يأثر على الفيتامينات والمعادن ونسبة الكربوهيدرات أو نسبة الدهون أو نسبة البروتينات اللي موجودة في الأكل. فلذلك ننصح الأم اللي ما تقدر تجهز مثلا وجبة الطفل كل يوم، مشغولة في الدوام ولا عندها أي شيء، بس ما نعرف الحين كل شيء عندنا سوى فاست فود بسرعة، الناس كلها مشغولة بتحسي ما في وايد وقت إن أنت تجهزين الأكل، فما في مشكلة من تخزين الأكل في الفريزر. الفيتامينات نفسها موجودة بتكون في الطازج أو في الفريزر. وأستاذة ممكن تقولي لنا إذا هاي الأغذية أو الطعام إذا خزناه في الثلاجة عفوا هل ينصح أن نحن نخزنها أو تفضلين أن الطعام يؤكل يعني على طول أول ما نطبخه؟ شوفي طبيعة الأكل نحن أول ما نطبخه طبعا طعمه بتحسين غير أكل فريش، فيفضل أنه يستهلك أول ما نطبخ، ولكن ما يمنع أنه إذا أنا حبيت أكله بعد ساعة ولا ساعتين أني أحطه في الثلاجة. بس بعد لازم بعد نركز على نقطة مهمة أن الأكل ما ينحط درجة حرارة الحجرة لفترة طويلة، لأن هال درجة حرارة الحجرة هي درجة حرارة المحببة للبكتيريا أنها تتكاثر فيها، فبالتالي يفضل حفظها في الثلاجة إذا نحن بناكلها بعد ساعتين أو أكثر. نعم، وشو هي المواد أو الأغذية اللي لا ينصح بتخزينها؟ بشكل عام ما في أي أكلة نحن إذا حطيناها في الفريزر ممكن أنها تضرنا، ولكن في بعض الأكلات إذا حطيناها في الفريزر ممكن أن الكونسيستنسي مالها يتغير. مثلاً الروب، إذا أنا حطيت الروب في الفريزر بعد ما أطالعه بتشوفين أصلاً الريحة تغيرت شوية، شكل الروب ما يكون نفس ما هو، يكون سائل شوية، في تكتلات، فيعني يكون غير محبب للأكل. في مثلاً الخيار ممكن مثلا إذا حطيناه في الفريزر ممكن إنه يذبل، فيوم بني بناكله ما بيكون نفس الخيار الطازج، طعمه بيتغير تحسينه يعني مش نفس الطازج غير. بعض الخضروات نفس الخس اللي نحط السلطة، يعني إذا أنا بسوي سلطة يفضل أستخدم الخضروات الطازجة بدل من الخضروات اللي في الفريزر بعد، لها نفس الشيء ما تكون مقرمشة إن نسبة الماء فيها تكون عالية، فبالتالي نحن يوم نفرزنها وعقب نذوبها الماء يعني يكون شيء سائل. طبعاً أستاذة حصة تسمحي لي بس أنا أستغل وجودك معانا اليوم في سؤال دائماً يدور في بالي، الأغذية المجمدة إذا أنا طبختها هل أنا أقدر بعدين أعيد تجميدها مرة ثانية ولا لا؟ هي الأغذية المجمدة إذا أنا خذت مثلاً دياية مثلاً الدياية مجمدة ذوبتها مثلاً ذوبتها في الثلاجة، هي أفضل طريقة لتذويب الأغذية المجمدة أنها تكون في الثلاجة مثلا يوم قبل ونطلع نحطها في الثلاجة عقب طبختها. الحين تمت نص دياية زايدة، أنا بعد ما طبختها شو أسوي فيها؟ ممكن أن نحطها في الفريزر، بس لازم نستريها بعد فترة، يعني مثلا بعد ساعة من الطبخ أقل شيء عشان درجة الحرارة تبرد، يعني الأكل يبرد شوية عقب نقدر نحطها في الفريزر ما يضر. بس إذا ما طبخت الدياية بعد ما ذوبتها ما أقدر أرد أحطها في الفريزر، أقدر أحطها في الثلاجة لمدة يوم إلى يومين ماكسيموم، لازم أطبخها.
معناته إذا طبخناها إحنا نقدر نعيد تجميدها، لكن إذا ما طبخناها معناته هو مو من الأمان إن إحنا نعيد تجميدها. شكرا أستاذة حصة. أستاذة حصة شاكرين لك تواجدك اليوم معنا ومعلوماتك القيمة اللي قدمتيها في فقرة التغذية. ومن فقرتنا واللي هي فقرة التغذية بننتقل إلى فقرة صحة المسنين ومع موضوع هشاشة العظام. وطبعا دكتورة هند وخوي عبد الله مثل ما تعرفون أمس تكلمنا عن التغذية وهشاشة العظام، واليوم بنتناول نفس الموضوع واللي هو هشاشة العظام من جانب آخر اللي هو الجانب اللي يهم المسنين، وذلك لأن تاريخ 20 أكتوبر يصادف اليوم العالمي لهشاشة العظام، ونحن حابين أن نكثف الوعي حول هذا الموضوع المهم. طبعا كلنا نعرف هشاشة العظام هو مرض يسبب انخفاض في كثافة العظام، وطبعا تصيب نصف السيدات وثلث الرجال فوق سن 70 سنة، وطبعا هذه تصاحبها آلام شديدة وممكن تؤدي إلى كسور. للحديث عن هذا المرض بشكل عام والخدمات اللي توفرها هيئة الصحة بدبي للمرضى في هذا المجال، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معانا اليوم تكون معانا اليوم الدكتورة عنود جمال الشعالي، طبيب أخصائي أول بهيئة الصحة بدبي. مرحبا فيك دكتورة. هلا مرحبا بك، حياكم الله. دكتورة لو تكلمينا باختصار عن أسباب هذا المرض والفئات العمرية الأكثر عرضة للإصابة به. نعم، في البداية بس أحب أعرف الأخوان المستمعين مرض هشاشة العظام هو مرض يصيب العظم ويسبب مثل ما ذكرتي في الضعف تدريجي في العظام، مما يؤدي إلى سهولة الكسر نتيجة إصابات بسيطة. هي مجموعة من العوامل اللي ممكن تسبب لنا الهشاشة. النساء طبعا أكثر عرضة للإصابة من الهشاشة من الرجال. العمر كل ما تقدم الإنسان في العمر زادت من خطورة الإصابة. التاريخ العائلي من الأشياء الجدا مهمة نسأل عنها إذا كان أحد الوالدين أو الأخوة مصاب بمرض هشاشة العظام، هذا يعرض الشخص لخطورة الإصابة، أو في بعض الأحيان ساعات يكون في كسر في الفخذ للوالد أو الوالدة، بعد من الأسباب اللي ممكن تزيد من فرص الإصابة بهشاشة العظام. من العوامل الأخرى اللي هي مؤشر كتلة الجسم، كل ما كانت بنية الإنسان ضئيلة أو جسمه ضئيل معرض أكثر للهشاشة. ونحن لما نتكلم عن كتلة الجسم نتكلم عن رقم 19 كيلوغرام في متر سكوير وأقل، يعني اللي يكون جدا ضعاف. والتدخين وتناول الكحول أيضا من العوامل والمسببة لمرض هشاشة العظام. طيب دكتورة ممكن توضحي لنا بس شوي 19 كيلوغرام، يعني يمكن شوي هذا الناس ما راح يستوعبونه. أنت تتكلمين إنهم إذا كانت البي أم آي مثلا يكون أقل من الطبيعي؟ هل نعم البي أم آي لما يكون أقل عن الطبيعي، اللي هو أقل عن طبيعي نحن نتكلم عن 19 كيلوغرام سكوير، هذا اللي ممكن أقل عن طبيعي، فهي بنيتهم أصلا ضئيلة فعندهم كثافة العظم قليلة، فهم أيضا معرضين لمرض الهشاشة. شكرا دكتورة. دكتورة لو تقولي للمستمعين بعض أعراض هذا المرض. أنزين، نحن دوم نعرف مرض الهشاشة بأن هذا المرض مرض صامت، بما معنى أن ما له أعراض في المراحل المبكرة. دومين المريض بعد ما يوصل لأعراض متأخرة اللي هو الكسر، وعادة ما يكون الكسر في الفخذين أو في الفقرات أو في بعض الأحيان في رفق اليدين. ممكن ساعات الأهالي يشتكون أو يلاحظون على الوالد أو الوالد أن مثلا لاحظوا أنه قصر شوي عن قبل، فهذا قصر القامة ممكن يكون سبب لضعف في فقرات الظهر. أحيانا ممكن يجينا شخص يشتكي أن وضعية التقوس إلى الإمام، ساعات لو شوفين لاحظين كبار السن يكونون مايلين إلى الأمام في تقوس في الظهر، فهذا يمكن يكون بعد من الأسباب اللي نحن نفكر فيها ضعف فقرات الظهر أو هشاشة في فقرات الظهر. بما أن أنت ذكرت أنه مرض صامت فهذا راح يبين لنا أهمية الكشف المبكر لهذا المرض. دكتورة لو شوية تكلمين المستمعين عن الأهمية وكيفية الكشف المبكر. نعم، المرض هذا مرض صامت ما له أعراض في البداية، فنحن لازم نبحث عن هذا المرض. أي شخص فوق عمر 50 عندنا نحن في هيئة الصحة سواء من النساء أو الرجال، إذا راح عند أي طبيب أسرة ممكن يقول له أنا أبغى أبحث عن مرض الهشاشة، فيقوم طبيب الأسرة بسأله، يعني عندنا استبيان يسأله بعض الأسئلة يشوف عوامل الخطورة، فإذا جاب الشخص بنعم على أي من هذه العوامل
يتحول المريض لعيادة الهشاشة ويطلب له تصوير الدكسا سكان. هذا الجهاز يقوم بقياس كثافة العظم وعلى أساس النتيجة اللي تبين لنا هل هذا مصاب بالهشاشة أو لا نتيجة قياس كثافة العظم بالتصوير. نعم دكتورة، ممكن تقولي لنا شو هي طرق وقاية، يعني كيف أنا مثلا شابة الحين كيف أقي نفسي من هذا المرض أنه ما يصيبني على المدى البعيد؟ نعم العظام بشكل عام بناء العظام يبدأ منذ الولادة، فنحن منذ الولاية عندنا خلايا تبني وخلايا تهدم، هذه العملية مستمرة طول عمر الإنسان، فمنذ الولادة إلى عمر 20 أو 30 تقريبا نحن عندنا عملية بناء في العظام، فالخلايا اللي تبني تعمل بطريقة أسرع من الخلايا اللي تهدم، فتقريبا عند عمر 30 نحن نوصل لذروة الكثافة في عظم الإنسان، وفي هذه المرحلة الخلايا اللي تهدم والخلايا اللي تبني تقريبا يعملون بنفس السرعة، فتم العظام مستقرة وكثافتها ثابتة لين ما نوصل عمر 50. يوم نوصل عمر 50 بالذات عند النساء طبعا بعد انقطاع الدواء ويقل جدا هرمون الاستروجين، فتقوم الخلايا اللي تهدم تعمل بطريقة أسرع من الخلايا اللي تبني، فيبدأ الإنسان يقل تقل الكثافة عنده ويتعرض لمرض الهشاشة. فإذا جينا نقول عن الوقاية فلازم طبعا نبدأ من الصغر عن طريق التغذية السليمة اللي هي غنية بالفيتامين والكالسيوم، التعرض لأشعة الشمس، الرياضة، نقلل من المشروبات اللي فيها الكافيين، المشروبات الغازية، التدخين طبعا غير محبب لأنه من عوامل الخطورة، أيضا الكحوليات من عوامل الخطورة، وبالإضافة إلى النساء خلال فترة الحمل والولادة لازم يأخذون المكملات الغذائية التي تحتوي على الكالسيوم، لأن طبعا يفقدون كثير من هالكالسيوم وكثافة العظم في هذه الفترة. نعم دكتورة، دكتورة عندي استفسار، مثلا كبار السن عنا إذا يعني كبير السن هذا تم على الفراش فترة طويلة وما حرك فيها ريولة أو ما حرك يعني جسمه في هذه الفترة، هل هذا بعد من الأسباب اللي يعني قد تزيد من سرعة يعني أنه يصاب بهشاشة العظام ولا ما له أي علاقة؟ لا طبعا له علاقة، لأن من الأشياء الوقائية نحن قلنا الرياضة، فالحركة تقوي العظم تزيد من كثافة، فإذا كان الشخص قليل الحركة أو طريح الفراش طبعا هذا عرضة أكثر للإصابة بهشاشة العظام. صحيح، فنحن بإمكاننا دكتورة أن نحاول دائما إذا عندنا أحد كبار المواطنين موجود في البيت أن نحرك دائما إيديه ريولة. دكتورة هند، نحاول أن نساعده على الحركة الدائمة عشان ما يصاب لا بهشاشة العظام ولا بأي أمراض أخرى طبعا. ودكتورة صحيح. دكتورة العنود، بما أنك اليوم بعد متواجدة معانا، ممكن تقولي لنا نصيحة تقدمينها للمستمعين بخصوص موضوع هشاشة العظام؟ طبعا نحن دوم نرد ونعيد ونكرر الوقاية خير من العلاج، والواحد لا يحاول يعني في البداية أن يقوي العظم ويزيد من كثافة العظم عن طريق الوقاية، ومهم جدا الفحص المبكر عشان نتفادي الكسور لا سمح الله. طيب دكتورة عنود، نرجع لموضوع التعرض للشمس، الكثير يعني يستغرب أن كيف إحنا في دولة مشمسة وعندنا هذا النقص، فممكن تشرحي لهم بطريقة مبسطة إحنا شو نقصد بالتعرض لأشعة الشمس؟ صحيح، نحن صح الدولة فيها الشمس متوفرة طول السنة، بس للأسف نحن ما نستفيد من هذا الجانب، أن نحن دوم أغلبية أشياءنا تكون داخل البيت أو في أماكن مغلقة أو مراكز تسوق تكون مغلقة ومكيفة. المهم جدا أن الشخص لما يطلع يتعرض للشمس يعرض شيء من جسمه على أساس أن الواحد يستفيد من الفيتامين دال، فالواحد يلبس قميص أن تطلع شوي من إيده شوي من الساق على أساس عن طريق الجلد أشعة الشمس راح تستفيد وتحول الفيتامين دال للفيتامين دال اللي هو نحن نحتاجه في تكوين العظام. فمهم جدا بعد مش نتعرض للشمس ونحن متغطيين من فوق لتحت ما استفدنا من الشمس، فأيضا لازم الواحد شوي يكون كاشف عن بالذات للأطفال، يعني نحاول نخليهم يطلعون يلعبون في الشمس، يطلعون يأخذون قدرهم واحتياجاتهم من الفيتامين دال.
نعم دكتورة، بس أوضح لأن يعني شايفة كثير من الأمهات يكشفون عن أطفالهم في الغرفة والدريشة بدون ما يعني يقولون الشمس، فهل هذا يأثر؟ هل هو لازم يكون تعرض مباشر، أو أنا إذا حطيته يم الدريشة أنا كذي كفيته ووفيته من أشعة الشمس؟ لا طبعا، من المهم جدا أن يكون الشمس مباشرة، يعني ما ينفع من وراء الدريشة، لأن هذا ما راح يستفيد، مجرد راح ياخذ اللون بدون الاستفاده من الفيتامين د. بالضبط، يعني يا ريت لو توضحي لهم هاي النقطه، لاني انا وايد شايفه امهات يحطون عيالهم عند الدريشه واحنا كذي خلصنا، يعني انا سويت اللي علي. وضحي لهم دكتوره. لا لا طبعا، عن طريق الدريشه راح مجرد ياخذ لون اللي هو السمار، بس نحن دوم نقول لازم تكون الاشعه المباشره، وطبعا اول الصبح أو قبل الغروب بساعة تقريبا، والحين الجو ما شاء الله معتدل يعني جدا لطيف، فممكن يقضون وقت أطول برا بالشكل يأخذون احتياجاتهم، لأن نحن حاليا عندنا في الإمارات سواء الصغير أو الكبير أو حتى كبار المواطنين كلنا عندنا نقص في هذا الفيتامين. وشو أحسن وقت الجولدن أور دكتورة عشان هذا التعرض للأشعة هذه؟ أحسن وقت تنصحينا؟ مثل ما قلت يعني نحن لازم نتجنب أشعة الشمس اللي تكون قوية، ففي بداية الصباح أول ساعتين بما أن الحين الجو معتدل، وقبل الغروب تقريبا بعد بساعتين بتكون هذه الأشعة المفيدة لجسم الإنسان. دكتورة عنود، لو شوي تكلمين عن الخدمات اللي تقدمها الهيئة لمرضى هشاشة العظام. طبعا في مراكز الرعاية الصحية الأولية نحن عندنا عيادات متخصصة لمرض الهشاشة، فعندنا عيادة في مركز المنزل الصحي وعيادة في مركز البرشة، بس نظرا لظروف جائحة كورونا حاليا العيادة في المنزل موقفينها، ونقوم بالتواصل مع المرضى عن طريق الاتصال وتوفير الأدوية عن طريق خدمة دوائي، بس عيادة البرشة شقالة يومين في الأسبوع كل أحد وأربعة، حيث أن المريض يتواصل مع الدكتور ويتابع حالته بصورة دورية. وكيف تكون نظام المواعيد دكتورة، لو تشرحي لهم إيش قاعد يقدرون يأخذون هاي المواعيد؟ إذا كان أول مرة مريض لأول مرة يعني لازم عن طريق طبيب الأسرة يقوم بالتحويل لعيادة الهشاشة، أما مرضانا اللي هم أصلاً يتابعون في عيادة الهشاشة فتكون المواعيد روتينية. دكتور عنود جمال الشعالي، الحديث معك جدا شيق وممتع، أشكرك وأشكر تواجدك معنا ويعطيك ألف عافية. تسلمين، تشكرون جميعا. وفي ختام حلقتنا نذكركم أعزائي أن لا تنسون أهمية ارتدائكم لكماماتكم بطريقة صحيحة وسليمة لوقايتكم من فيروس كوفيد 19، وطبعا لبس الكمامات وغسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية، والتباعد الجسدي اللي لا يقل عن مترين. لا ننسى ان احنا ما زلنا مستمرين في مكافحة هذه الجائحة، ولا تنسون هذه الثلاث نصائح المهمة وضرورية. نشكر لكم حسن متابعتكم، آملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والشكر الجزير لفريق الإعداد والتنسيق في هيئة الصحة بدبي، زملائنا آمنة العلي، نور نزال، يوسف سعد، وحسني البلانة. طبعا أشكر أستاذ عبد الله جمعة لتواجده معنا اليوم، وكل الشكر لإذاعة نور دبي ومخرجنا نمر، وفي التنسيق الأستاذ أحمد سلامة. ودمتم بصحة وسلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.